تكلمنا قبل الفاصل وقلنا شلون ممكن احنا مثل بعض الناس يخافونهم بيسوون عمليه جراحيه ودهم يستخدمون تقنيات جديده بعيدا عن الجراحه. دكتور فراس ذكرت لي بعض الشغلات اللي ممكن نستخدمها، شنو راح تستخدم اليوم؟ بالنسبه لليوم بدنا نحكي عن موضوع البلازما وشو كيف بحفز الكولاجين ليشد الجلد. اوكي، في عندنا المدام مثلا ما بدها تعمل اي عمليه جراحيه، خايفه، ما في عندها وقت لانه بتشتغل كل يوم، ما عندها وقت تاخذ اوف من شغلها، بقى بدها شيء وما تعمل ليزر وانه تقعد تتخبى بالبيت ويجلط الجلد وتسود وتتخبى من الشمس. صح، بدها شيء لتحفز الكولاجين ويشد الجلد شوي شوي شوي. يعني اكيد وعملي. بقى في عندنا هالشيء الجديد الموجود هلا وكثير مسموع بالبلد وبكل البلاد اصلا، هي البي ار بي او البليتلت ريتش بلازما، هي البلازما المشبعه بالصفائح بالبلاكيت. مثلا بتجينا المدام ناخذ لها دمها، في بيدرما كير سنتر بمستشفى سلام محمد نحن موجودين، في عندهم كمبيوترايز يعني بيفصل البلازما من الدم وبكثف الصفائح فيها، وحتى بيعطينا الكمبيوتر كم عدد الصفائح الموجوده فيها. في بعض الناس بياخذوا بس وبيعملوا سنتريفيوج وبيقولوا انه هذا هو البلازما، بينما هون عندنا تحديدا قد ايه عم نعطي. وفي بعض التقنيات القديمه كانوا ياخذوها ويعطوها بالوجه مثل بالابر مثل بالبوتوكس حقا، بينما نحن بدنا نعمل تريتمنت او علاج لكل البشره، وجه ورقبه والعيون، حتى ممكن نعمل الايدين او المنطقه هيدي. شو عم نعمل؟ بدنا نحول الجلد اللي هو عازل لمثل سفنجي. بنفرجيكي هون عندنا الادوات اللي ادوات اللي حنستعملها. في هيدي راس صغير فيه 9 ابر صغيره اصغر من ابره البوتوكس، يعني بنستخدمها الحين بتصير مثل كانه عم نخلق مجاري لنحط عليها البلازما وبتمتصه مثل السفنجي. اوكي، وهيدي الجهاز اللي هو بسيط جدا بتركب عليها وبنوصله بالكهرباء، وهيدول هن البلازما اللي نحن فصلناها قبل ما تيجي على الاستوديو، وصلت عنا على العياده. انفصل الدم الاحمر من الدم الابيض اللي هو البلازما وتكثف الصفائح بهالموضوع. بقى بالنسبه لها هي محضرينها، حاطين لها تخدير موضعي، كنا حاطينها هي خايفه شوي، مش عارفين ايش رح يصير، بس بتشوفوا قد ايه بطيء. وهذا الجهاز غمق الابره فينا اذا مثلا واحد عنده اثر ندبات البثور، حب الشباب، الجرح، كمان بننزل اغمق. بالنسبه لها بس ريجوفينيشن او تحفيز الكولاجين، ما ضروري ننزل كثير، تحصل على نتيجه بنفس الوقت. يعني بعض السيدات تحب نفس الوقت التحفيز، حيكون بين اليوم وبكره انه واو جاي صحتك حلياني شو صاير، بعدين بيختفي شوي، وعلى 6 اسابيع للشهر الثالث الكولاجين بلش يتحفظ. ولازم ترجع يعني بكل فترة؟ لا، هي المفروض بتنعمل 3 سيشنز مثلا، او بكل شهر بتعملها مرة حسب نوعية الجلدة وحسب شو هي متوقعة. اوكي، بس بدنا نسأل انه هذا منه شد وجه، هذا تحفيز الكولاجين لتحافظي على سماكة الجلد اللي هي عم بترق مع الوجه مع الوقت ولنحافظ بس عليها. ما رح تحصل على نتيجة مثلا؟ بلا اكيد رح تحصل على نتيجة، هذا المطلوب يعني اكثر السيدات. ما بدي اياها تتوقع انه تقول دكتور وجهي بعده نازل، لا بالعكس، حتكون كله كانك حاطه ماسك، بس ما ضروري تحطي لها ماسك، عرفت كيف؟ أوكي. شد لك وجهك بريء، عرفت كيف؟ هذا طبعا بدون تدخل جراحي. اكيد بدون تدخل جراحي. نحن بدنا نحط شوي البنج، نحط او اوريدي عليها هي كريمه تنحط قبل بنص ساعه، بعدين بنحط البلازما على الوجه. اوكي، مثلا بناخذ منطقه بمنطقه، نحن نعمل منطقه الوجه ومنطقه الرقبه لتشوفوا بس اماكن معينه دكتور، صح؟ لا بتحتاج نغطي لك كل شيء، وهون هيدي سرعتها 100 بالدقيقة، يعني عفوا 100 شكة بالثانية بقى، و9 ابر بقى بس بالدقيقة عم يطلع لنا 60 × 9 × 100، 54,000 شانل حينفتحوا بالجلدة. اوكي، ما تعور دكتور؟ ما بتعور. هلا بتشوفوا هيدي هي خايفانة، بس بالنهاية كل ما انا عم بمرق 100 مرة بالدقيقة اتس جود رايت؟ عم تنعمل وعم نفتح اهم شيء. ايوه، وعم نفتح بنروح اول شيء بدنا كل المنطقه. في كثير ناس عندهم الخطوط حول الشفه اللي ما في لها علاج ولا جراحي ولا غير جراحي الا تاشير بالليزر، وكوننا بالكويت وبالخليج الليزر ممكن يعطي دبغات، ممكن يعطي، شوفي شويه حمار بلش يبين. صح، بنرجع بننزل هيك، هذا الحمار ضروري يعني يطلع بوجه اي شخص. هيدا ايوه 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 هيدا لازم، لانه عم نفتح المسام اوكي مشان نمتص هيدا. بعد شوي هلا بتشوفي بيختفي الجل اللي عم نحطه وبتمتصه البشره.
اوكي من بعد تحس حتى بوقت بولا شيء يعني خفيف يعني, يعني اللي بيعمل صنفرة او تقشير اخف منه. اه اي نعم حلو ما تحس بشيء. ما ننسى انه عم نستعمل ابر 54 الف شانل بالدقيقه عم بينفتح عندها بالثانية. من بعد ما فتحناهم نرجع بنحط مرة تانية مشان يمتصوا بعد مرة. زي دكتور الحين مثلا وحدة سوت يعني وبسرعة بتروح الدوام فيها عندها حمار لمدة يعني ساعتين ممكن تحط ميك اب بعدين فيها تحط ايوه بعد ما في مشكلة. اوكي هلا عملنا الوجه نزع الرقبة اوكي نعمل كمان علاج للرقبة وهيدي من اهم القصص للرقبة لانه ما فينا نرجع نشد الرقبة مثل ما قلت لي لانه شد الرقبة بس من هون بس مرة بس واحدة ممكن مرة واحدة او مرتين بس هالمنطقة هاي غير انك تفوتي بالليزر او تشد شوي ما عندك مجال اوكي بينما الوجه بدل فيك تشديه لورا الرقبة صعبة كتير صح. اوكي وفي ناس بتلاقيهم مشدودين كتير كتير من هون بس من هون رقيقة او مثل الورقة اوكي سو رقبتها نفس الشيء حرام هي وايد خايفة مرتبكة اوكي اني بين؟ لا مو حاسه بشيء بس شايفه كيف؟ انا اول مره تجرب يعني اي اكيد منا ما توقع شيء هذا كله على الهواء عم يصير معكم اوكي؟ سو نروح طالع نازل بعدين نرجع نيجي لا بعد فتره دكتور يعني تحس انه هي المنطقه هذه تبين يعني بس بتحس حالك مشدوده فعلا اوكي مثلا عندها هذا الخط هون فيكي تركز عليه يعني بتركز عليه ليرجع يسمك ويرجع يفرد اوكي شايفه هذا الخط يطلع عند وايد أيوة. نساء ايوه حتى في وفينا ننزل لهون حتى في مناطق بيكون عندهم بيكشفوا على صدرهم شوي بيطلع نمش من الشمس فيكي تنزلي كمان تعطيكي اللون الجلدي بيصير كمان اوكي بقى شفنا شوي هون الحمار بلش يخف هون الحمار جديد بعد نص ساعه كله بيرجع بلندينج يرجع طبيعي ايوه انزين دكتور يعني بالنسبه لي التقنيه هذه ممكن تستخدمها اللي اصغر عمر يعني في عمر معين فينا نستخدمها اكيد من 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 اصغر ما يكون اكيد لازم تشوفي انه في نتيجه في البنات او الشباب هن عمر صغير حب الشباب كتير بيستفيدوا منه لانه كل حب محل اثار حب الشباب في عندنا مثل الفراغ في ناس عندهم وايد اثار بقى. ايوه في مثل الفراغ الفرق يا او العلاج الوحيد كان يا او صنفره يا او ليزر هلا عم نزيد حتى البلاكيت بعد الليزر ليرجع يحفز كولاجين ويشدهم يرجع يعملهم اوكي بقى هيدي تريتمنت مثلا لرقبه ووجه فينا نطلع على على الفورهيد تبع فينا حتى نشغل على العين حتى تحت العين الهالات يعني السود اكيد اكيد هي اكيد بس لانه فينا ننزل من 0.1 ملي ل 2 ملي قد ما بدنا فينا بالكمبيوتر تبع الجهاز اكيد اوكي هاو ار يو Good. أهم شيء إن هي ما فيها شيء ومرتاحة لأن الوحدة أكيد لما تستخدم أي جهاز جديد عند دكتور مثلاً أول مرة تتعرف عليه وكذي إن تكون مرتاحة أكيد والتعامل هذا يكون هو يمكن أساس نجاح العملية بالنسبة للمدام هون قبل عملية شد الوجه حسبي وحدة هي عاملة شد وجه وبدها تحافظ عليه مرة بالسنة تعمل هالتريتمنت يعني بيضاينا بدل ما 5 سنين نقول 10 سنين بالدبل يعني حلو أوكي أكيد ثانك يو دكتور ثانك يو لك بالعكس شرفتونا اليوم في صباح الوطن أفدتنا وايد بهذه المعلومات الحلوة والتقنيات الجديدة يمكن نقول عالم التقنيات والتكنولوجيا طاق علينا حتى قمنا نستكشف أشياء جديدة في عالم الطب الحديث بعد الفاصل إن شاء الله عندنا فقرات عديدة في صباح الوطن خليكم ويانا يعني.